أرحب في هذه اللحظات بضيوفي الكرام في الاستوديو، السيد صلاح الجنيبي باحث في الشؤون السياسية، وعوض محمد البريكي رئيس قطاع ترينز جلوبال في مركز ترينز للبحوث والاستشارات. ضيوف الكرام مرحبا بكم معنا في هذه التغطية. تحياتي لكم. شكرا. يا مرحبا. نبدأ معكم بشكل مباشر إذا أردنا نتحدث عن هذه القمة العربية. أبدأ معك أستاذ صلاح، هذه القمة الخليجية الأمريكية وأيضا العربية، أهميتها برأيك في هذا التوقيت في ظل ما يحصل في العالم؟ نعم، بداية هذه القمة ذو أهمية محورية في التحول في التفاعلات الدولية. نحن نعلم اليوم أن العالم يشهد أزمة كبيرة على مستوى الطاقة، على مستوى الأمن الغذائي، على مستوى المياه. قراءة سريعة فيما يدور في هذه التحديات. دول أعلنت إفلاسها، دول تعيش مجاعة. سريلانكا قبل كم يوم فرار رئيس سريلانكي واستقالته، عدم وجود مصادر الطاقة في هذه الدول يهدد بالكوارث في دول أخرى. الحرب الأوكرانية الروسية التي هي ما زالت ترفع الأسعار إلى سقف غير محدود. لذا لزاما أن هذه الملفات غير بزوغ ملفات الإرهاب مرة أخرى على الساحة، كذلك وجود عطل كبير في ما يسمى باللوجيستيكس، إمدادات التجارية والاقتصادية. العديد من الدول آثرت الاحتفاظ بمخزونها الغذائي، مما تسبب في رفع الأسعار بطريقة جنونية حقيقة. نحن نعيش مشهد متشابك يشوبه اليوم أزمات ملفات دولية في أفريقيا، في إيران على سبيل المثال على موضوع الطاقة النووية. الحلول التي تتطلع إليها الشعوب من هذه القمة ذات أهمية. نحن نعلم تماما أن دول الخليج قاطبة هي مخزون كبير للطاقة، مخزون مفصلي عاصرت وعايشت ما يسمى الحل والربط في الفواعل الدولية. نحن كنا نعيش ثنائية القطبين في القرن الأول من الزمان، والآن نعيش القطبية الواحدة. هذه الفواعل التي ذكرت في تقريرك أدت إلى ظهور فواعل دولية جديدة. فأعتقد أن من أهمية الملفات المطروحة اليوم ننتظر النتائج. سؤالي الأستاذ عوض البريكي، اليوم نتحدث عن قمة خليجية عربية، تنوع الأطراف، تنوع الظروف اللوجستية، إلى أي مدى برأيك سوف تؤثر هذه القمة على المنطقة، على منطقة الشرق الأوسط؟ هل أيضا ستؤثر برأيك على الحرب الأمريكية الحرب الأوكرانية الروسية؟ هل هناك تأثير مباشر لهذا الثقل الاستراتيجي اليوم في منطقة الشرق الأوسط؟ في البداية أرحب فيك أستاذ حامد وأستاذ صلاح والمشاهدين. طبعا نفس ما نعلم من العلاقات الأمريكية الخليجية علاقة ممتدة لأكثر من 8 قرون، وكما أي علاقة هناك يكون في أيام العلاقة مزدهرة وفي أيام تكون العلاقة إلى حد ما فيها فتور. لكن تأتي القمة الحين أو الزيارة ضمن سياقات عديدة، أهمها تصاعد التحديات المشتركة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي أيضا بعد فترة من الركود أو حالة من عدم الثقة التي شابت العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تأتي الزيارة ضمن تطورات نفس ما أشار، تطورات إقليمية وعالمية، أهمها الحرب أو التبعات الاقتصادية للحرب، للأزمة الأوكرانية الروسية، وأيضا ترتيب العلاقات بين دول منطقة الخليج ودول الإقليمية مثل تركيا وإيران. وأيضا تأتي بعد الاتفاقيات الإبراهيمية التي حصلت في الآونة الأخيرة. جميل. أستاذ صلاح، اليوم نتحدث عن قمة تجمع قادة دول الخليج، الأردن، العراق، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية. مرت شهور على الحرب الأوكرانية الروسية، التقلبات والضغوط السياسية العالمية، السياسة ماذا تفعل، الاقتصاد ماذا يفعل. اليوم نتحدث عن هذا التوقيت، أهمية هذا التوقيت وعقد هذه القمة، وكيف يمكن لدول المنطقة
أن تستغل هذه الظروف لصالحها إذا صح التعبير. صحيح. يعني دعنا نرجع قليلا للوراء، أن هذه القمة التي تعقد في وقت حرج جدا، قد سبقتها يعني قمم ثنائية بين الدول. دعنا لا ننسى يعني التحرك على صعيد دول الخليج منفردا، على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة عندما عقدت الشراكة الصناعية بين الدول مصر والأردن والإمارات. دعنا نرجع إلى I2U2 قبل يومين، القمة الافتراضية التي كان إحدى أهدافها الرئيسية اللي هو تأمين هذه الملفين الرئيسيين، ملف الأمن الغذائي وكذلك اللي هو ملف الطاقة بين الهند وأمريكا والإمارات، التي يعني طبعا يعني أصدرت بيانا بأن الهند ستكون مخزنا لإمدادات الطاقة الوقود الغير أحفوري واللي في ولاية جوجرات، وكذلك اللي هو السلة الغذائية. نحن نعلم تماما أن دول الخليج والدول العربية اليوم تتمتع بقدرات هائلة، بقدرات لوجستية، قدرات صناعية، قدرات مخزون غذائي كبير. القمة ستكون أعتقد أن ستأخذ بعدا أكبر بإقرار هذه الأمور. اليوم نجد أن طبعا مثل ما ذكر زميلي عوض، أن العلاقات الأمريكية العربية كانت تتمثل بدور طبيعي، الدور الرئيسي كانت التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هو يعني بموجب مذكرة التفاهم، اتفاقيات الدفاع الأمني، الإمداد التكنولوجي، الإمداد الاستخباراتي، وأعتقد أن هذا اليوم عودة أخرى للإطلاع بهذا الدور. جميل. أستاذ عوض، إذا أردت أن نتحدث عن انعقاد هذه القمة، ظروف مرت بالعالم، هناك قلق دولي كبير جدا فيما يختص بإمدادات الطاقة، بوادر الأزمة الغذائية في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تأثيرها المباشر برأيك على هذه الملفات، هل سنرى انفراجة إذا صح التعبير في هذه الملفات؟ هل هناك تأثير مباشر على هذه القمة على الحرب الروسية الأوكرانية؟ في البداية الدول الخليج نفس ما نعلم جميعا أنها تعتبر من المصدرين الموثوقين في تحقيق أمن الطاقة عالميا. فردا على سؤالك أستاذ حامد، هل سيكون هناك تأثير قوي؟ أنا لا أعتقد في الآونة القريبة جدا، كون طبعا نفس ما نعلم انعكاسات الأسعار على الطاقة تأخذ أمد أطول إلى حد ما من الانعكاس الحالي. جميل. أستاذ صلاح، يعني اليوم نتحدث عن قمة استثنائية، قمة تختص بأمن المنطقة، قمة تأتي بعد فتور إذا صح التعبير في العلاقات الأمريكية الخليجية، تباين في وجهات النظر، ولكن هي علاقات استراتيجية بعيدة المدى بين واشنطن ومنطقة الخليج والدول العربية. أبرز الملفات المطروحة برأيك ذات الأهمية القصوى التي سوف يناقشها الرئيس بايدن مع قادة الخليج وأيضا مصر والأردن والعراق؟ صحيح. يعني في عجالة، نحن نعلم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما نسمعه هو مصطلح إدارة البيت الأبيض، إدارة البيت الأبيض. الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، قائمة على مؤسسات، قائمة على منهج كبير. نعم، يجوز أن بعض الأحيان الكونغرس وغيره في بعض الأحيان يمرر ملفات، يوقف ملفات. المطروح في هذه القمة، شهدنا بالبارح لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة مع صاحب جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وكذلك استمرت المباحثات كذلك مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان، التي تطرق إلى الملفات الرئيسية، ألا وهو ملف اليمن، ملف الحوثي في اليمن، ملف النووي في طهران، وكذلك ملف الحرب الذي كان يعني ما زال يزعزع. إذن هناك محاور رئيسية، هناك ملفات اقتصادية شائكة مهمة يجب حلها في الوقت الحالي، ارتفاع أسعار الطاقة الغير محدود، وكذلك مما ينعكس سلبا على ما يسمى بمنظومة الأمن الغذائي. إن لم تحل هذه فلن تحل هذه. جميل.
نعم، بالانتقال إلى الملف الأمني، نعم كان هناك خفوت في الآونة الأخيرة على ملف الإرهاب الذي ظهر مرة أخرى على الساحة، والذي يهدد في مناطق في أفريقيا مثل ما شفنا في خراسان في كذلك. وجود العراق اليوم دور محوري كبير جدا. العراق كانت وما زالت ونأمل أن تعود إلى الحضن الإقليمي في هذا الجانب، لأن دورها سيكون كبير في الجانب الأمني. أستاذ عوض البريكي، ماذا يعول بايدن من زيارته لمنطقة الشرق الأوسط؟ هل ستكون مفصلية في التوازنات العالمية أو العلاقات الدولية إذا صح التعبير؟ أعتقد أن الزيارة أو القمة ستأخذ بعد هو عودة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد إلى المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، خاصة بعد حالة الفتور اللي شابت العلاقة في الآونة الأخيرة. الملفات نفس ما ذكر الأستاذ صلاح، أريد أن أزيد أن هناك أيضا ملفات أخرى ستطرح في المناقشات، من ضمنها توسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دول أخرى في المنطقة، وأيضا توسيع التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك بين دول الخليج والدول المنطقة. وأخيرا أيضا هناك مبادرات التغير المناخي والطاقة المتجددة التي تأخذ زخما كبيرا ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا من دول الخليج، خاصة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. أذهب مباشرة معك أستاذ صلاح الجنيبي، إذا تمعنا في الكلمة التي ألقاها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة I2U2، تحدث سموه بكل شفافية عن أهمية السلام التي يترقبها بعض شعوب العالم، أهمية أن نتعاون ونتقارب أكثر مع مختلف الشعوب والدول، أهمية أن يعني نستغل كل الفرص الاقتصادية لرخاء شعوبنا، ووصف المجموعة بمحبي السلام. ماذا كان رسالة سموه برأيك؟ هل لهذه المجموعة أم للعالم أجمع برأيك؟ نعم، أعود يومين للوراء. كلمة صاحب السمو رئيس الدولة للشعب عندما تحدث فيها لخص فيها الرؤية وخارطة الطريق، وكانت ليست رسالة موجهة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما كانت موجهة للداخل وللخارج. أنا في اعتقادي أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة هو مفهوم جديد في العلاقات الدولية. نعم مفهوم جديد، أي بمعنى أن هناك عنصر رئيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة ليست تعيش يعني لم تتمكن فقط من القوة الناعمة ولا القوة الجبرية، وإنما دمجت الاثنين إلى ما يسمى بمفهوم القوة الذكية. في المجموعة التي تحدثت فيها طبعا قادة هذه الدول، كانت رسالة للأجمع، لابد أن تكون هذه الدول كنواة أو كنموذج يحتذى به في هذا الجانب، كفى صراعات كفى حروب، الاستثمار في الدمار ليس كالاستثمار في الإعمار. جميل. نعم. الاستثمار في الدمار ليس كالاستثمار في الدمار. نعم، اليوم كان هدف هذه الرسالة بناء الإنسان لبناء الأوطان. إذا أنا استثمرت في هذا الإنسان كعنصر بشري فاعل يقود السلام، إذا جاري بخير أنا بخير، أتمتع بالأمان. إذن هذا المفهوم، مفهوم الأمان، مفهوم السلام، هو المنطلق الرئيسي للإطمئنان والرخاء وبناء الاقتصاد. من هنا نبدأ ومن هنا ننطلق وسنصل إلى الهدف بإذن الله. بإذن الله. نعم. أستاذ عوض، وصفت بعض وسائل الإعلام العالمية كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأنها رؤية واضحة من قائد استثنائي وضع النقاط على الحروف عندما يتحدث عن كفى صراعات آلمت وأتعبت شعوب العالم. دعونا نقترب أكثر، إذا كان الجانب الاقتصادي هو المهم لما لا، دعونا نتقارب أكثر اقتصاديا استراتيجيا، دعونا أيضا نكون أكثر حامي للسلام في المرحلة المقبلة. نعم سيد حامد، كلمة الشيخ محمد أكدت أن الاقتصاد أو السلام من بعد الاقتصاد ثم السياسة،
هي هذه في في هذا في هذا الترتيب، كون ان الاقتصاد هو اللي سيؤثر على الـ على الـ على الانسان، هو الذي سيعمر الاوطان، هو الذي ايضا سيزرع نوع من التنميه للمجتمعات. فالاقتصاد واهميته هذا يعني متناسق جدا مع سياسه دوله الامارات، حيث بدات في مبدا مبادئ العام في 50 سنه المقبله، وايضا بكونها من اولى الدول الموقعه على الاتفاق الابراهيمي. فنهج دوله الامارات يؤكد دائما على ان السلام ثم الاقتصاد هما المحركان الاساسيان للعلاقات الدوليه في المنطقه، التي نفس ما نعلم يشوبها كثير من الصراعات وكثير من التهديدات وكثير من الحروب. أستاذ صلاح، اليوم عندما نتعمق أكثر ما بين السطور في تلك الكلمة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نجد بأن سموه ركز على التقارب بين الشعوب. يعني اليوم عندما يتحدث قائد في ظل هذه المرحلة عن صراعات، حروب، دمار مستمر، استنزاف في القوى الاقتصادية، في البشر، هل نحن نتحدث اليوم عن استراتيجية مهمة لابد أن تتبنها الدول العظمى وأثرت في منظومها الاستراتيجي برأيك؟ نعم. كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لها دلالة على أن هناك خبرة على أرض الواقع، جرب هذه الملفات، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تبوأ مراكز عليا. نشهد ذلك في الملفات السابقة التي أدارتها دولة الإمارات بكفاءة، على الرغم أن قبل عضويتها في مجلس الأمن موضوع الصلح التاريخي بين أثيوبيا وأريتريا، نتكلم عن وقف إطلاق النار في تيغراي، نتكلم عن بين الهند وكشمير. إذا زرع بذور السلام يؤدي إلى الرخاء. اليوم الناس تعبت فعلا من الحروب وتعبت من الصراعات، لأن النتيجة كانت معروفة، السيناريو واضح. يعني أستاذ صلاح ما أقطع رمستك إلا بالخير، يعني الدول تتحدث عن صراعات مختلفة، والهدف في نهاية المطاف مصالح هذه الدول. بالضبط. تنشأ حروب وصراعات، الهدف مصالح هذه الدول. فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قال دعونا نقترب. ومصالحنا تكون مشتركة. وننعم جميعا بالسلام. أستاذ صلاح الجنيبي، إذا أردنا نتحدث عن يعني أهمية الترابط الخليجي في هذه المرحلة، أهمية الموقف المشترك، وعنونت بعض وسائل الإعلام العالمية بأن الخليج هذه المرة مختلف، كيف تقرأ؟ نعم، بالنظر إلى الأهداف المنشودة من هذه القمة وما تم عقده، أن البيت الخليجي دائما متوحد، يعيش أفراد دول مجلس التعاون نفس المصير، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الأهداف المرجوة. إذا دول الخليج نحن نعدها اليوم مجلس حل وربط، صناعة قرار واتخاذ قرار. دول الخليج تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، لوجستية هائلة، هي معبر ما بين الشرق والغرب، بالنظر إلى التواجد كذلك الدول العربية المحيطة التي لها تواجد في قارة آسيا وقارة أفريقيا، مثل مصر، مثل العراق، مثل ما سمعنا عن ربط إمدادات الطاقة إلى دول أوروبا كمعبر. تبرز أهمية دول الخليج اليوم، يجب أن تتفق في هذه الأهداف. السوق الخليجية لوحده كفيل على أن يقوم مقام اقتصاد عالمي كبير. اليوم نجد ذلك ينعكس عجب يعني اقتصاديا على ارتفاع أسعار النفط والطاقة. اليوم نحن نتكلم عن أسعار النفط، اليوم دول الخليج هي اللي تصدر النفط، هي المركز الرئيسي للمعابر المائية، عندك قناة السويس، مضيق باب المندب، عندك الخليج العربي، الموقع الاستراتيجي. الموقع الاستراتيجي اليوم هذه الإمكانات كلها تتلخص بأن كلمة دول الخليج كلمة مسموعة معتمدة في المحافل الدولية. فأعتقد أن هذه القمة أيا ستكون القرارات التي تكون للصالح الدولي على صعيد المجتمع الدولي، وإن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وإنما تكون لبنة أساسية للتوافق والاتفاق على ما هو المنهج سيكون.
يعني اعتقد انه يمكن يعني هذا في أسوأ الظروف إن, ان 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 سمعنا البيان الذي صدر عن هذه القمه. نعم استاذ عوض، اذا في هذه اللحظات كما نتابع ويتابع مشاهدينا الكرام الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ممثلا عن امير دوله الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت، الشيخ مشعل ممثلا عن امير الكويت ووصوله الى جده، والامير محمد بن سلمان في مقدمه مستقبلي. هل برايك هذه المره الخليج مختلف عما سبق؟ نعم اتفق معك استاذ حامد، الخليج هالمره مختلف بوحدته وبالرؤى وبالاهداف. التهديدات المشتركه التي تواجه دول الخليج واضحه جدا، وتتطلب من دول الخليج ايضا الوقوف في بشكل موحد في ردعها وفي حلحلتها. وتاتي القمه اليوم لتؤكد هذا الشيء، وتاكد ان الولايات المتحده الامريكيه اجتمعت مع دول الخليج كافه للمشاوره ولوضع حلول لهذه التحديات، بغض النظر عن النتائج ايا كانت النتائج. اتفق مع استاذ صلاح ان بغض النظر عن النتائج هذه القمه هي يعني تعطينا او تعطي دول الخليج والولايات المتحده الامريكيه مساحه من التشاور ومساحه من 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 من, من النقاش الصريح لمواجهه هذه التحديات ايا كانت في المنطقه او عالميا. ابدا معك استاذ عوض عن كلمه بايدن، تحدث عن مرحله جديده فيما يختص عوده العراق الى محيط الخليج وعدم اعتماده على إيران في المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن نقرأ يعني هذه الرسالة؟ أعتقد أن من أهم تصريح بايدن عودة العراق إلى محيط الخليج، أعتقد أن هذه نقطة جدا مهمة. العراق كان يعاني كثيرا في الآونة الأخيرة أو في من أثناء الغزو الأمريكي للعراق، أن العراق كان إلى حد ما لقمة سائغة أو جاء على طبقة من ذهب لإيران. فعودة العراق الآن إلى العمق الخليجي أو العربي طبعا سيزيد من استقرار العراق، وأيضا سيزيد من لحمته داخليا. وطبعا نفس ما ذكر التقرير أن صارت في توقيع اتفاقيات بين العراق والسعودية خاصة في مجال الربط الكهربائي، وهذه نقطة جدا مهمة جدا. نعم جميل أستاذ صلاح، اليوم أيضا بايدن وصف المباحثات وأيضا اللقاءات مع الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان الليلة الماضية بأنها مباحثات جيدة، يعني كيف يمكن أن نقرأ يعني هذا الانطباع وهذه الرسالة قبل قمة جدة؟ نقرأ هذه الرسالة بالطبع. العلاقات الأمريكية السعودية تمتد إلى أكثر من 8 عقود، هناك تواجد كثيف للاستثمار الأمريكي في المملكة العربية السعودية، يعني نتكلم اليوم عن 780 شركة أمريكية متواجدة في المملكة العربية السعودية برأس مال يفوق 90 مليار ريال سعودي. نتكلم عن استثمارات سيادية هائلة للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عنصر التبادل التجاري هو موجود وقائم. أعتقد أن كلمة الرئيس الأمريكي هو اليوم هو التحفيز لما هو قادم. دعنا نكون أكثر شفافية أستاذ صلاح، إذا كانت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا ابتعدت عن أمن المنطقة؟ لماذا ابتعدت عن مصالح المنطقة؟ ركزت على مصالحها ومنطقة الخليج الأقرب اقتصاديا استراتيجيا لها. صحيح، ذكرت قبل قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات. دائما ما نسمع مصطلح إدارة البيت الأبيض الأمريكي، هناك الحزب الجمهوري وهناك الحزب الديمقراطي المنقسم. لمسنا في الإدارات السابقة تباين وجهات النظر بين الفريقين، نعلم تماما أن لا قرار يمرر من دون مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس. دونالد ترامب عندما وضع الحوثيين في قوائم الإرهاب، الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، جاءت الإدارة الأخرى برفع أو محاولة رفع التصنيف
خارج القائمة اللي هي إدارة بايدن، جو بايدن. الانسحاب الطوعي من أفغانستان للولايات المتحدة الأمريكية أثر سلبا على وجود الجماعات الإرهابية مرة أخرى في هذا الجانب. كل من صافح هذا الرجل من قادة الدول استفاد. الإمارات العربية المتحدة، هذا القائد اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجد حلول جذرية للعديد من الملفات الشائكة كما أسلفت. الملفات الاقتصادية هي على رأس الأولوية، سلامة العنصر البشري وأمانه ورخائه ورخاء الشعوب. مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة وإسهاماتها في بناء الطاقة في المناطق النائية، بناء المستشفيات، بناء يعني السولار انرجي أو ما يسمى بمراكز الطاقة الشمسية في كاتماندو، في فيجي، في دول يعني يكاد القليل أن يسمع بها. لماذا؟ لأن بناء الاقتصاد في هذه المناطق هو يعكس رخائها الاقتصادي حول محيطها. إذا أنا أسست اقتصاد آمن مستدام في منطقة من المناطق، محيطها سيتأثر إيجابا في هذا الجانب، وسيعم الرخاء وسيعم الاقتصاد وسينمو الاقتصاد بطريقة ما بحسب المصادر الموجودة في تلك الدول. رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اليوم أن مبدأ التسامح، مبدأ السلام، مبدأ التفاهم على الطاولة الواحدة، نبذل خلافات، نتكلم بصدق وأمانة وشفافية بعيدا عن المجاملات. نعم هناك ملفات قد أنهكت الكاهل، أثقلت، يتمت يعني أبناء بلد، أرامل كذا. فلذلك لتغيير هذا المشهد يجب علينا اتباع سياسة أخرى، السياسة الناجحة وهي التي يقوم عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نعم. استاذ عوض، ايضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قبل عدة ايام في قمة I2U2 تحدث عن يعني فرص ضائعة لشعوب كثيرة، فرص اقتصادية سوف تنعكس عليهم بالأمن والاستقرار، فرص أيضا سوف تنعكس في نعاش هذه الاقتصادات لو ابتعدنا عن الصراعات، لو ابتعدنا عن الاختلافات واقتربنا من التقارب بين شعوبنا وبين شعوب العالم. يعني أهمية هذه الرسالة برأيك في هذا التوقيت؟ اعتقادي رؤية الشيخ محمد واضحة في هذا الصدد، وعندما ننظر رؤية الشيخ محمد في هذا الموضوع ننظر أن تدور أو الفكر الاستراتيجي للشيخ محمد يدور حول مفهوم الأمن البشري. إذا جيت على التعليم، على التسامح، على نبذ الكراهية، على الاقتصاد كمحرك أساسي للسلوك البشري وسلوك الدول، فهذا ينعكس جليا على 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 على, 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 على الإنسان بحد ذاته. فرؤية الشيخ محمد في هذا الموضوع تأكد هذا المفهوم أولا، وثانيا هناك لو في اختلافات مع الآخر يا أخي لازم لماذا لا نضع الاختلافات جانبا وننظر إلى ما يجمعنا كدول وكإنسان وكمجتمعات. الوفود الضخمة الكبيرة كما رأينا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كان بمعيته يعني عدد من الوفد الكبير من مفاصل الدولة، حتما أن كافة الملفات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والطاقة التي سيتم طرحها اليوم ستأخذ بعدا آخر. أعتقد أن هذه القمة ستكون قمة مصارحة، قمة طرح حلول. من المفترض أن تتأهب الدول المشاركة بالاستمرار في وضع اللبنات الأساسية لما هو قادم. فالتواجد أنا أقدر أسميه بين قوسين الوجه الجديد للدبلوماسية. أعتقد أن هنا ستكون مفصل دبلوماسي متغير على بعد آخر. ستتمخض هذه القرارات عن يعني مثل ما قلت لك في أسوأ ظروف أنها ستكون خارطة طريق معدة لما هو قادم باتفاق الجميع. أستاذ عوض البريكي، انعكاس برأي قمة جدة
على الوضع الداخلي الأمريكي في ظل يعني ارتفاع أسعار النفط وغيرها، والوضع الاقتصادي والأزمة الغذائية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، هل هناك تأثير مباشر لقمة جدة على الوضع الداخلي الأمريكي؟ وحتما رئيس بايدن يأتي إلى القمة اليوم من ضغوطات داخلية، ونفس ما نقول في العلوم السياسية دائما السياسة الخارجية في الأصل سياسة داخلية. ارتفاع أسعار البنزين وأيضا ارتفاع نسب التضخم خاصة في الوقت الحالي من قرب الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر، حتما لها انعكاسات جلية على زيارة بايدن، وأيضا إلى حد ما جدلية خاصة مع الاستقطاب الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأخيرا أيضا انخفاض مستويات الرضا على الرئيس التي شهدها أخيرا في موجات كوفيد 19. أستاذ عوض، هل نحن أمام تغيرات عالمية، توازنات وقوة دولية؟ هل هناك تغيرات في العالم بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب الحروب الحالية؟ هل نرى نظام سياسي عالمي جديد برأيك؟ لا أعتقد وصلنا إلى هذه المرحلة من نظام عالمي جديد، بس بلا شك هناك تغير في النظام العالمي. الآن انتقلنا إلى كثير من المحللون يذكرون انتقلنا إلى ما بعد تعددية القطبية إلى نظام لا قطبية في النظام العالمي، وهذا يعني يلقي بظلاله على العلاقات الدوليه البينيه بين دول المنطقه وايضا عالميا. ايضا الاقتصاد اختلف كثيرا، حاليا انتقلنا الى الطاقه المتجدده كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي. الثقل الاقتصادي انتقل من اوروبا او من الغرب الى اسيا، كثير من الدول حاليا تتجه الى الاندو باسيفيك ريجن او الشرق اسيا. هناك تطورات في التكنولوجيا وفيما يخص الذكاء الاصطناعي وغيره، فهذه المتغيرات كاملة لا تلقي بظلالها فقط على المجتمعات أو الشعوب، أيضا على النظام الدولي. جائحة كورونا لعل أبرز أو أكثر مثال واضح للتغير في النظام الدولي هو جائحة كورونا، ومدى يعني صمود الدول والمجتمعات في مواجهتها، ومدى تعاونهم بينهم بين في ردع مثل هذه الـ 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 الوباء يعني. أستاذ صلاح الجنيبي، نفس الطرح، نظام اقتصادي عالمي جديد أو رؤية عالمية جديدة، وكيف يمكن أيضا لدول المنطقة أن تبقى صامدة إذا صح التعبير وأكثر قوة وأكثر مرونة في أي تغيرات قد تحصل؟ نعم، مثل ما تفضل زميلي في الطرح، الأمر معقد، الأمر ينبئ إلى صعود تحالفات جديدة وخفوت تحالفات أخرى، ينبئ بتغيير اقتصادي جذري من قارة إلى قارة. نعم، هناك أفول لما يسمى بثنائية أو ثلاثية القطبية. نحن نجد أن هناك تكتل قد نشأ فعليا من 2009 والذي يليه اتحاد بريكست، البرازيل والهند وروسيا، أي بما أن سلة العملات هو طبعا اتحاد يهدف إلى تكوين بنك دولي آخر منافس للبنك الدولي يتضمن العملات. اليوم نجد حرب العملات هي حرب ظاهرة أمام أعيننا، نجد التذبذب بين الدولار واليورو. اليوم اليورو قد وصل، يعني الدولار ارتفع عن اليورو حقيقة، فهذا يعني ينبئ بكارثة امدادات الطاقة في أوروبا. حتما سيكون هناك ارتفاع جنوني في الأسعار، معدلات التضخم الكبيرة. نعم، لابد من بزوغ التحالف. أعتقد أن التحالف تشكل روسي صيني، وهناك طبعا التحالف نحن نقدر نسميه شرق أوسطي، يجب أن يقوم بمهمة إنقاذ هذه الملفات. أعتقد أن في ستكون متغيرات، مثل ما ذكرت سابقا أن المؤتمر في جدة سيكشف عن ما هو القادم. أستاذ عوض، اليوم منطقة الخليج يعني
دائما في تغيرات مختلفة وأيضا تغيرات في التوازنات، هي إذا صح التعبير على 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 تغيرات مستمرة. ما المطلوب برأيك لهذه الدول خلال المراحل المقبلة للتعامل بأكثر مرونة مع كل المتغيرات الدولية؟ هل الاهتمام بالجانب الاقتصادي، الاهتمام بجانب البشري، الصناعات الداخلية، التحالفات؟ اعتقادي ان دول الخليج من اهم اسباب يعني تاثيرها عالميا هو تنويع تحالفاتها وتنويع علاقاتها في العالم. نجد دول الخليج عندها علاقات جدا قوية وتاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ننظر إلى دول الخليج لها علاقات جدا قوية مع شرق آسيا وخاصة الصين ودول مثل سنغافورة ودول مثل كوريا الجنوبية. فتنويع التحالفات السياسية والاقتصادية يعد من أبرز النقاط المهمة لدول الخليج. ثانيا دول الخليج في ما يخص تنويع تحالفاتها في الخريطة السياسية طبعا سيؤثر عليها وسيزيد من قوتها في المستقبل القريب والبعيد أيضا. أستاذ صلاح، اليوم عندما نتحدث عن التحالفات والاقتراب أكثر من التحديات وأيضا دحر هذه التحديات من خلال تحالفات وعلاقات اقتصادية مختلفة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قبل أيام في قمة I2U2 قال بأن يعني مجموعتنا سوف تكون مجموعة تختص بالاقتصاد وغيرها، ولكن نتمنى نركز على السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، نحن محبو للسلام والاستقرار، يعني التركيز على المحبة والسلام في هذه المرحلة لأنها هي مفتاح للتحالفات الاقتصادية والأمن والاستقرار. كيف يمكن أن نقرأ هذه العبارات؟ يعني دعني هنا أطرح التساؤل، ما هو سر جاذبية منطقة دول الخليج تحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار الأجنبي؟ اليوم الاستثمار الأجنبي الذي يأتي إلى الدولة لتوفر عنصر الأمن، الاستقرار، البيئة المناخية القانونية اللازمة. لذلك إن وجدت البيئة المثالية للاستثمار نمى الاقتصاد، يشعر المستثمر بالإطمئنان الكلي لممارسة أعماله، لممارسة تجارته. اليوم نحن نعلم تماما أن موانئ دبي العالمية يعني منتشرة في عدة قارات، منتشرة في العديد من الدول. المسألة اللوجستية، المسألة التجارية هي مسألة مهمة. رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة يعني صاحب السمو ركز على هذا العنصر من واقع التجربة، لما عرف أن السلام يبني الاستقرار، السلام يبني أمن المجتمع، السلام يزيل كل العوائق والعراقيل تجاه حياة أفضل تجاه الأجيال القادمة. ركز في كلمته سمو الشيخ محمد بن زايد على موضوع الأجيال المستقبلية، كيف ستعيش إذا إحنا اليوم نحن نعيش هذه التحديات، فما القادم؟ ونعيش هذه الصراعات. إذن يجب أن نؤمن ما يسمى بالاستقرار والاستدامة والملفات الاجتماعية والملفات الاقتصادية، وأنا أعتقد أن هذه الرؤية السديدة يعني ستتحقق بالتضافر، والذي دعا إليه في كلمته في I2U2. اليوم يعني نتحدث عن قمة تعقد في جدة، نتحدث عن صراعات في شمال الكرة الأرضية وغيرها، نتحدث عن مصالح مشتركة، ولكن يعني لله الحمد نقول الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على نعمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. رؤية واضحة شفافة متزنة، قائد حكيم يتسم برؤية واضحة وشفافة. اليوم هذه الصراعات من طرف، وهو يدعو إلى السلام من طرف آخر، ويدعو إلى تكتلات اقتصادية ومرحلة جديدة في العالم. كيف يمكن برأيك يعني أن نستفيد أو تستفيد بعض هذه الدول من هذه الحكمة وهذه الرؤية أستاذ عوض؟ تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في
في السياسة الخارجية. اعتقادي هي يعني مفروض أنها تدرس للدول الأخرى، والدول الأخرى يعني تحتاج إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في السياسة. دولة الإمارات في عمرها الفتيل 50 سنة يعني عاصرت وشاهدت كثير من الأحداث المريرة في المنطقة وفي العالم، ولكن حكمة الوالد الله يرحمه الشيخ زايد والله يرحمه الشيخ خليفة والشيخ محمد رئيس الدولة حاليا، التجربة هذه هي مخاض لتجربة دولة الإمارات اللي رسخها الشيخ محمد بن زايد نفس ما ذكرت أستاذ حامد والدكتور صلاح، هي السلام. فإذا كان المحفز أو البوصلة للسياسة الخارجية هي السلام، فيأتي بعد السلام اقتصاد، ويأتي بعد الاقتصاد راحة الإنسان والأمن البشري للإنسان بشتى مجالاته. كان فلازم يكون الأمان السلام في البداية ليجر ما بعده جميع أو جميع الأشياء الثانية اللي تكون فائدة للمجتمع. السلام يجلب الأمن والاستقرار، السلام يجلب الاقتصاد والتحالفات الاقتصادية، صحيح. السلام يبعث الطمأنينة في الشعوب، هذا ما ركز عليه صاحب السمو رئيس الدولة. نحن مطالبون بأن نؤمن مثل ما قال أستاذ صلاح الأمن والاستقرار لهذه الشعوب. ضاعت من هذه الشعوب فرص كثيرة اقتصادية، أهمية الاعتماد على ثقافة السلام، ثقافة التعايش، لأنها هي اللي تزرع في الشعوب وأيضا في البشر. نعم، دعنا نقارن بين شيئين. اليوم عندنا مشروع نووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قام بهدف الاستدامة واستدامة الطاقة وتسريع إعطاء هذه الموافقات كلها، جاءت نظرا لشفافية دولة الإمارات العربية المتحدة في الطرح. يعني حققت المعيار الذهبي، دعنا نسميه كما ذكر أحد الكتاب في موضوع الطاقة، ألا وهي التخلي طوعا عن تخصيب اليورانيوم، مما أعطى دول الجوار ودول العالم طمأنة كبرى أن هذا المشروع السلمي هو للنماء والرخاء. على الصعيد الآخر، هناك شكوك في موضوع النووي الإيراني، لذلك هنا الفرق بين الاثنين. نحن نعلم تماما أن الشفافية المطلقة والاستقرار والسلام ومصارحة الآخر بالنوايا هي المفتاح الرئيسي لإيجاد صيغة التفاهم المستقبلية، مما الذي تعمل عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب استراتيجية القوة الناعمة والقوة الذكية، وكذلك القوة الناعمة الاقتصادية التي تبنتها. أستاذ صلاح، ماذا نتوقع من هذه القمة؟ سوف تبدأ بعد ساعة أو ساعة ونصف من الآن، ماذا نتوقع من قمة جدة؟ طبعا يعني كما هو متوقع في طرح هذه الملفات، يعني الإمارات وقيادتها تسعى لتكون يعني مثل هذه القمم سبيلا للتلاقي والتعاون وتحقيق السلام. احنا نتكلم اليوم عن منع التوترات بين شعوب المنطقة، هذا الذي تهدف إليه هذه القمة. هذه القمة تهدف إلى إيجاد حلول جذرية أو توافق في الرؤى حول الملفات المطروحة. وضع ملف زعزعة الأمن في الملف الحوثي اليمني، وضع ملف كذلك الإرهاب، وضع ملف تحديات الطاقة وخلافها. إذن المتوقع والمرجو من هذه القمة، أعتقد أن الدول المشاركة قد أتت بحلول سبقتها اجتماعات ثنائية كلا على حدة، كل دولة أعتقد قامت بدورها بالشكل الكافي، وإنما اليوم ستوضع النقاط على الحروف تجاه هذه الملفات، وما هو دور دول المنطقة والدور الأمريكي الذي يعني كان منوط به أو معقود به العديد من الأمال. أستاذ عوض، هل ستفي برأيك الولايات المتحدة بتعهداتها، وهل يعني المنطقة قادرة على وضع سيناريو مهم لها خلال المرحلة القادمة والاعتماد على نفسها أكثر في ظل التوترات وفي ظل أيضا التوازنات العالمية المختلفة؟
اعتقد نعم دول مجلس التعاون وصلت الى مرحله من الثقه ومن الاستقلاليه في الراي وفي السياسه الخارجيه اللي يعطيها وزن اكبر واكثر في النظام الاقليمي وايضا العالمي. لكن انا اخشى ان لا تكون النتائج من القمه بحجم التوقعات، لكن بالطبع ستحقق الزياره نوع من الانفراج ونوع من اعاده صياغه الاولويات. نعم. في العلاقه الخليجيه الامريكيه، وهذا اللي بيكون طبعا طرحه في 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 القمه في الملفات العده اللي تكلمنا عليها قبل بخصوص الملف الايراني، امن الطاقه، الوضع في اليمن، ايضا التعاون او مآلات التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك في المنطقه، وايضا زياده وتوسيع نطاق الاتفاقيات الابراهيميه اللي تشمل دول اخرى في المنطقه. فبلا شك ستكون قمه يعني اذا لم تعطي النتائج المرجوة سيكون لها تأثير إيجابي في العلاقة الخليجية الأمريكية. كلنا أمل بنجاح القمة، وبإذن الله تعالى تحقق دول المنطقة تطلعاتها المختلفة. كل الشكر لضيوف الكرام، الأستاذ عوض محمد البريكي رئيس قطاع ترندز جلوبال في مركز ترندز للبحوث والاستشارات، والأستاذ صلاح الجنيبي باحث بالشؤون السياسية. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.